السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل امتحان محافظة الغربية رياضيات لطلاب الصف الأول للثانوي دفعة 2024. طبعا دي المحافظة السادسة اللي بنحلها من نماذج المعاصر للامتحانات النهائية اللي هي امتحانات المحافظات. حلينا 5 محافظات قبل كده اللي هم كانوا القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والشرقية. النهارده محافظة الغربية بأمر الله، المحافظة دي موجودة صفحة 74 من كراسة المعاصر النسخة الجديدة. ده امتحان الطلاب السنة اللي فاتت. قبل كده أو لو أنت معاك كتاب قديم هتلاقي محافظات برضه، بس دي كانت امتحانات السنة اللي قبل اللي فاتت، فتلاقي المحافظات مختلفة خلاص. فدي المحافظة اللي امتحانها الطلاب السنة اللي فاتت بأمر الله. لو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. طبعا شرح المنهج بالكامل، حل الاخطر، حل المقالي، كله بالكامل موجود في قائمة التشغيل. طبعا خلصنا المنهج بتاعنا بدري بدري بفضل الله، والوقت موجود قائمة التشغيل كمان لامتحانات المحافظات، نزل فيها 5 امتحانات. ان شاء الله النهارده ينزل لك المحافظة السادسة اللي هي محافظة الغربية. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الأول يا باشمهندس بيقول لي مستطيلان متشابهان، الأول طوله 6 والتاني طوله 12، عايز مني مساحة الأول على مساحة التاني. قلنا في المستطيلات مساحة الأول على مساحة التاني بيساوي طول الأول على طول التاني الكلي تربيع، أو يا باشمهندس عرض الأول على عرض التاني الكلي إيه؟ الكلي تربيع. لو كنت بتكلمنا على محيط، طول على طول بيساوي عرض على عرض، كلام جميل جدا. يعني بالنسبة لي إن مساحة الأول على مساحة التاني هيساوي طول الأول اللي هو 6 على طول التاني اللي هو 12، الكلام ده تربيع. طبعا على 6 فاعل 1 على 6 فاعل 2 اللي هي نص تربيع يا باشمهندس، عظيم. ونص تربيع اللي هو 1 تربيع بواحد و2 تربيع بـ4، يبقى ربع. يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس النسبة ما بينهم هتبقى ربع، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 2 بيقول لي الدالة دالة س بتساوي 8 ناقص س تكون غير موجبة فين؟ يعني بحث إشارة. فأول خطوة في بحث الإشارة بمسك الدالة اللي هي 8 ناقص 2 س أقول بتساوي 0، هودي السالب 2 س الناحية التانية يبقى 2 س بيساوي 8، هقسم هنا على 2 وهنا على 2 فدي هتروح، يبقى إذا الس بتساوي 8 على 2 اللي هي 4. عظيم جدا. بعمل خط الأعداد وأقول له عند الأربعة الدالة بتساوي 0. مثل إشارة معامل س عكس إشارة معامل الس. هنا معامل الس سالب 2 يعني سالب، يبقى إذا الطرف ده سالب والجزء ده موجب. طب أنت دلوقتي بتقول لي غير موجبة، وقلنا غير موجبة يعني حاجتين، يعني السالب والقيمة اللي بتساوي 0. السالب يا باشمهندس من الشمال لليمين من الأربعة لحد الموجب ما لا نهاية. طب هو مش جايب لي فترات، خلاص يبقى الجزء الأكبر من الأربعة لأنه رايح للموجب ما لا نهاية، يبقى س أكبر من الأربعة. طب انت عايز القيمة اللي بتخليها تساوي صفر؟ اه، طالما قال لي غير موجبة يبقى انا عايز القيمة اللي بتخليها تساوي صفر، يعني انا عايز الاربعة معايا لان هي عند الاربعة بتساوي صفر، فهو حاطط علامة اللي يساوي، يبقى س اكبر من او يساوي الاربعة، يعني بالنسبة لي الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 3 بيقول لي اذا كانت م هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث، قلنا ما بيجيبش معلومة في مسألة من غير افادة. طالما م نقطة تقاطع المتوسطات قلنا يا باشمهندس نبدأ نرسم المتوسط، وليكن النقطة دي دال مثلا، دي لا عندنا دال وعندنا هاء، سميها مثلا واو، تمام؟ وادي ميم. أنا عارف إن المتوسط بيقسم بنسبة إيه يا باشمهندس؟ بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة، يعني دي نسبتها 1 ودي نسبتها 2، عظيم أوي. بيقول لي أنا عايز منك قيمة المقدار، ركز معايا، التوازي يا باشمهندس ماشي في الشكل ده كده، تمام؟ فأنا عندي إن الدال ميم بيوازي به واو. فلو استخدمت نظرية المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة يبقى الألف دال على الباء دال، الألف دال اللي هو 8 على الباء دال اللي هو 2 ص، هيساوي اللي قصاد الألف دال اللي هو الألف ميم اللي هو نسبته 2 على اللي قصاد الدال ب اللي هي نسبتها 1 يا باشمهندس، عظيم جدا وزي الفل. هنا على الاتنين فعل 1 على الاتنين فعل 4، طالما الناتج 1 يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى الاتنين ص بتساوي 4. اقسم هنا على 2 وهنا على 2 ده هتروح، يبقى الصاد بتساوي 4 على 2 فعل 2، يبقى انا وصلت ان قيمه الصاد بكام؟ ب2 يا باشمهندس. نفس الفكره بالظبط هتحصل الناحيه الثانيه، انا عندي يا باشمهندس ان الميم ها بيوازي الواو ج، ارضى اشتغل مستقيمات متوازيه باجزاء متناسبه، الاثنين على الواحد اللي هي الالف ميم على الميم واو اللي هي 2 على 1 هيساوي اللي قصاد الاثنين اللي هي س زائد 5،
على الاقصاد الواحد اللي هي 4، اضرب مقص س زائد 5 في 1 ب س زائد 5 هيساوي 2 في 4 ب 8، ودي ال 5 هنا، يبقى اذا الس بتساوي 8 ناقص 5 اللي هي 3، يبقى انا وصلت ان قيمة الس ب 3، يبقى دي س ناقص ص اللي هي 3 ناقص 2 يبقى 1. يعني بالنسبة لي الاختيار أ هو الاختيار الصح. مسألة جميلة جدا جدا، بيقول لي الزاوية التي قياسها سالب باي على 3 تقع فين؟ عشان تقع فين لازم اجيب اصغر قياس موجب زي ما اتفقنا. طب سالب باي على 3 اللي هي سالب 180 على 3، سالب 180 على 3 يعني سالب 60 درجة. انا قلت لك انت ممكن تعرفها بطريقة سريعة، القياس الموجب بتتحرك من هنا لفوق، القياس السالب بتمشي من هنا لتحت، فانت كده الربع هنا ده 90، فانت هتمشي سالب 60 يعني هتوصل هنا، يعني مش هتعدي الربع ده، فانا كده رسمت الضلع في الربع الرابع، يبقى هي في الربع الرابع. تمام يا عم، انا ما بحبش الطريقه دي يا باشمهندس بقى، مش انا معايا السالب 60؟ ايوه يا عم. طب ما انا هجيب السالب 60 اقوم مزود عليها 360، فسالب 60 و360 اللي هي 300. اقول لك كلامك عظيم. طب يا باشمهندس ما انا عارف ان الارباع من 0 ل 90 في الربع الاول، من 90 ل 180 ربع تاني، من 180 ل 270 ربع تالت، من 270 ل 360 ربع رابع. هي ما بين ال 270 و360 يبقى هي رابع، وانا بحب الطريقه دي يا عم، احبها، بس انا بوضح لك طريقه تانيه تكون مستوعبها برضو يا باشمهندس. تمام تمام او زي الفل. تعال نشوف اللي بعد. السؤال رقم 5 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان قياس ا بيساوي قياس د، ج بقى ب 4، باء ب 3، ا ه ب 5، عايز مني الج د. طيب هنعملها ازاي؟ ركز معايا دلوقتي. شايف المثلث ا ج ب؟ تمام. انا عندي او المثلث ه د ب، ا قد د وب مشتركه يبقى الثالثه قد الثالثه، تيجي نعمله كده تشابه. تعالى لو انا قلت مثلا المثلث ا ب ج بيشابه، ركز معايا المثلث، انت عندك ا قد د يبقى ا قصادها د. طب ما انت عندك بقى مشتركه، بص يا باشمهندس انا شبهت المثلث ده بالمثلث ا ب ج، عظيم قوي. فقلنا ا قد د وب مشتركه، يبقى ج الثالثه اللي هي دي قد هاء الثالثه، يبقى د ب هاء. طب انا كده يا باشمهندس عملت التشابه ان ثلاث زوايا قد ثلاث زوايا، هرص النسبه، يبقى الالف باء على الدال ب بيساوي الباء ج على الباء هاء بيساوي الالف ج على الدال هاء، عظيم قوي. الالف ب طوله كام؟ الالف ب 3 و5 8 على الدال ب، الدال ب دي كلها دي 4 والدال ج اللي هو عايزها اصلا، طب ما تيجي تسميها س، يبقى اذا الدال ب طوله س زائد ال 4، س زائد ال 4 هيساوي الباء ج، الباء ج ب 4 على الباء هاء، الباء هاء ب 3. خلاص انا مش محتاج اي حاجه لان الس هي الجيم ده، عظيم قوي. هنا على الأربعة فهل واحد، على الأربعة فهل اتنين، س زائد 4 في 1 بس زائد ال 4 هيساوي 2 في 3 ب 6، هودي ال 4 هنا، يبقى إذا الس بتساوي 6 ناقص 4 اللي هي 2، يبقى أنا وصلت إن قيمة الس ب 2، والس اللي أنا مسميها الجيم د، طب ما هو عايز الجيم د يبقى هي ب 2، يعني بالنسبة لي الاختيار الجيم هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 6 بيقول لي مرافق العدد ده، عشان أجيب المرافق لازم أخليها في أبسط صورة، فدي عبارة عن ت ناقص ت تربيع، ت تربيع اللي هي بسالب 1، يبقى دي عبارة عن ت وسالب في سالب موجب، يبقى دي كأنها ت زائد 1 اللي هي هي 1 زائد الت. طيب أنا دلوقتي عايز منك مرافق 1 زائد ت، المرافق بغير إشارة التخيلي، يعني دي موجب ت هخليها سالب ت، يبقى 1 ناقص الت، يبقى بالنسبة للمرافق هنا هو 1 ناقص الت اللي هو الاختيار ب، وخلي بالك من دي، قلنا لازم نبسط العدد قبل ما نجيب له المرافق يا باشمهندس عشان ما نغلطش فيها بامر الله. تمام كده؟ تمام وزي الفل. تعال نشوف اللي بعده. وقفنا عند 6 يبقى 7 اللي عليها الدور بامر الله. تعالى يا باشمهندس نشوف 7 بتقول لك ايه؟ بيقول لي انا عايز منك جتا باي على الاثنين في جتا صفر زائد جتا طبيعي على الاثنين في جبا على الاثنين، انت طبعا انت ممكن تحطها كلها على الاله وتحسبها، بس انا هقول لك ان باي على الاثنين اللي هي 90، فانت بتقول لي جتا 90، ما انا عارف ان جتا 90 بصفر، في جتا صفر اللي هي بواحد زائد 3 باي على الاثنين، احسبها بالاله اللي هي 3 في 180 على الاثنين اللي هي 270، وجا 270 بسالب واحد في جا باي على الاثنين اللي هي جا 90، وجا 90 بواحد. تمام قوي. هنا صفر في اي عدد بصفر، سالب واحد في موجب واحد بسالب واحد، يبقى صفر ناقص واحد اللي هو سالب واحد،
يعني بالنسبة لي الاختيار ألف هو الاختيار إيه؟ الصح. خلاص جميل أوي. السؤال 8 بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان الميم دال قد الباء جيم، يعني الميم دال لو أنا سميته سين يبقى الباء جيم برضه بسين، فإن مساحة الدايرة، خلي بالك ده تقاطع وترين خارج الدايرة، بس الوتر ده هو مش كامل يبقى لازم أكمله، فأنا هحط هنا مثلا نقطة اسمها هاء، والله ويبقى الهاء ميم دي برضه بسين، إشمعنى؟ ما هو الميم ده نصف قطر انت سميته سين، طب ما الهاء ميم نصف قطر يبقى هي قده. خلاص يا باشمهندس ده كده تقاطع وترين، اه مظبوط تمام. القطع الاول قطع الدايره ب وج، يبقى بالنسبه لي الالف ب في الالف ج. القطع الثاني قطع الدايره في د وهاء، يبقى بيساوي الالف د في الالف، عشان ما اغلطش. الالف ب اللي هي طولها 5 في الالف ج كلها اللي هي سين وزودت عليها 5 يبقى سين زائد هيساوي الالف د اللي هي 3 في الالف ه، ركز معايا الالف ه س وس 2 س وكمان 3 يبقى 2 س زائد 3، عظيم قوي. هنا 5 في س ب 5 س و5 في 5 ب 25، 3 في 2 س ب 6 س و3 في 3 ب 9، هنجيب ده هنا يبقى 6 س ناقص 5 س اللي هي س، ونجيب ده هنا يبقى 25 ناقص 9 اللي هي 16، يبقى س ب 16، وخلي بالك ان س هي نصف القطر، ما هو الميم ده نصف القطر، يبقى انا وصلت يا باشمهندس ان نصف القطر بكام؟ ب 16. طب هو عايز دلوقتي مني مساحه الدايره، مساحه الدايره اللي هي باي نق تربيع، يعني باي في 16 تربيع، و16 تربيع اللي هي 256 باي سنتيمتر مربع، يبقى 256، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. برضو دي من الاسئله الجميله. السؤال 9 بيقول لي إذا كان جذراء المعادلة أ س تربيع ناقص ال 2 س زائد ب حقيقيين متساويين، الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز اللي هو ب تربيع ناقص ال 4 أ ج بيساوي صفر، اللي أنا بحب أكتبها يا باشمهندس إن ال ب تربيع بتساوي 4 أ ج، وديت بعكس الإشارة. طيب الألف اللي هو معامل الس تربيع بألف، الباء اللي هي معامل الس بسالب 2، الجيم اللي هي الحد المطلق ب ب، خلي بالك عشان الرموز متلخبطه، فدي بقى تربيع اللي هي سالب 2 تربيع ب 4 هيساوي 4 في الالف اللي هو الف في الجيم اللي هي ب. طب ايه رايك نشيل الاربعه مع الاربعه؟ كان قسمت على الاربعه يبقى هنا الواحد بيساوي الف ب. طب انت عايز ايه؟ طب بص ده هو عايز منك الالف في ب، الالف ب بواحد يا باشمهندس، يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار ايه؟ الصح. مساله بسيطه خالص. رقم 10 بيقول لي إذا كان ك هو معامل تشابه المضلع م1 للمضلع م2، والمضلع م1 تصغير للمضلع م2، لو هو تصغير يبقى لازم إن الكاف أكبر من الصفر أقل من الواحد، وقلنا كاف أكبر من الصفر يا باشمهندس أقل من الواحد ده عبارة عن كسر، ولازم إن البسط يكون عدد أقل من المقام، فهنا ده كسر، التلاتة أقل من الخمس، خلاص هي دي. طب هنا ده كسر 3 على 2، خلي بالك هنا البسط اكبر من المقام يبقى ده تكبير يبقى ده غلط. طب الواحد يبقى تطابق، طبعا معامل التشابه ما ينفعش يبقى يساوي صفر، يبقى فعلا الاختيار الف هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 11 بيقول لي اذا كان 3 و4 هما جذراء المعادله دي فهو عايز مني ب زائد ج على الف، ركز كده معايا. دلوقتي يا باشمهندس ليها اكتر من طريقه. ازاي؟ انا دلوقتي ممكن اقول لك ان مجموع الجذرين اللي هو بيساوي 3 زائد الأربعة، هما دول الجذرين، المفروض بيساوي سالب معامل س اللي هو سالب ب على معامل س تربيع اللي هو الألف، يبقى أنت وصلت إن سالب ب على الألف بيساوي 3 و4 اللي هي 7، تمام. طب تعالى نجيب حاصل ضرب الجذرين اللي هو 3 في 4 اللي هي بتساوي الحد المطلق اللي هو ج على معامل س تربيع اللي هو ألف، يبقى أنا وصلت إن ج على أ بيساوي 3 في 4 اللي هي ب 12. جميل جدا. فبيقول لي انا عايز منك ب زائد ج على ا. بص يا باشمهندس لها طريقتين والطريقتين سهلين خالص وبساط. بص انت دلوقتي عايز تقيم قيمه الباء، تمام، ما انا ممكن اجيب لك الباء من هنا. ازاي؟ ما انا لو ضربت مقص يا باشمهندس يبقى سالب ب في 1 بسالب ب، ا في 7 اللي هي 7 ا، وممكن اودي السالب الناحيه الثانيه يبقى الباء بيساوي سالب 7 ا. طب من هنا يا باشمهندس لو عايز اجيب الجيم، ج في 1 بالجيم هيساوي 12 في ألف ب 12 ألف، تمام، هعوض الباء بسالب 7 ألف يبقى دي سالب 7 ألف زائد الجيم اللي هي 12 ألف، الكلام ده على الألف.
سالب 7 موجب 12 يبقى 5 ألف على الألف. شيل الألف مع الألف يبقى إذن الناتج 5. دي طريقة. الطريقة التانية يقول لها يا باشمهندس أنت تعب نفسك ليه، أنا مش هعمل كده. مش ده سالب، هوديه الناحية التانية. يبقى الباء على الألف بتساوي سالب 7. تمام، عايز توصل لإيه؟ قلت أنا شايف إن المقام في حاجة واحدة، فأنا هوزع البسط على المقام، يعني هقول ده عبارة عن باء على ألف زائد جيم على ألف. مظبوط كلامك. طب ما هو باء على ألف بسالب 7 يا باشمهندس، والجيم على ألف جبناها ب12، يبقى سالب 7 و12 5. تمام يا عم، والله صح، الطريقتين صح ومفيش فيهم أدنى مشكلة، وأنا بعرفك الطريقتين أهو عشان أي واحد تيجي في طريق في دماغه طريقة يبقى الاتنين صح بأمر الله. تمام تمام يا باشمهندس. السؤال رقم 12 بيقول لي النقاط ألف وب وج ود تقع على دايرة واحدة، يبقى تطبيقات تشابه من غير ما تفكر. لو دي بتمر بيهم دايرة واحدة يا باشمهندس، تمام، يبقى إذا نقطة تقاطع الوترين داخل الدايرة اللي هي ها، فأنا حاصل ضرب أجزاء القطع الأول اللي هي الألف ه في اله ج بيساوي حاصل ضرب أجزاء القطع الثاني اللي هي الباء هاء في الهاء د بس. فبيقول لي الألف ب في الألف ج، ألف ب في ألف ج، لا ده ألف ب ده أصلا مش القاطع فدي غلط. طب بيقول لي ألف ه في ألف ج، هو خد لك جزء في جزء بيساوي الباء هاء في الباء ده اللي بيساوي جزء في جزء، انا قلت لك كده حاصل ضرب اجزاء القاطع دي لو هما بره الدايره، فدي غلط. طب قياس زاويه ا بيساوي قياس زاويه ج، هو انا قلت لك في هنا توازي عشان اقول بالتبادل، غلط. طب ا ه في ه ج بيساوي بقى ه في ه د، هي دي الصح يا باشمهندس، يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار ايه الصح. تمام كده، تمام وزي الفل. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي انا عايز منك ابسط صوره للمقدار ده، طبعا دي زاويه منتسبه 90 ناقص في الربع الاول، وال90 هتغير الظا تخليها ظا تا، يبقى دي ظا تا سيتا زائد 90 زائد في الربع الثاني الظا في الربع الثاني سالبه، وال90 هتغير الظا هتخليها ظا تا سيتا، يبقى ده عباره عن ظا تا سيتا موجب في سالب بسالب وادي ظا تا سيتا. طبعا ظا تا سيتا ناقص ظا تا سيتا اكيد بصفر، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار ايه الصح. جميل قوي وزي الفل. اللي بعده، السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال 14 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب و ا ج ممثلين للدايرة، قياس القوس ب ج الأصغر ب 140، قياس القوس ب ج الأكبر 3 س زائد 10، قياس زاوية ا في ص عايز مني س زائد ص. خلي بالك من حاجة، أنت معاك قياس القوس ب ج الصغير ب 140، فإذا يا باشمهندس من غير ما أفكر إن قياس القوس ب ج الأكبر عبارة عن 360 ناقص 140 يعني 220. ليه؟ لأن الدايرة كلها 360، خدت منها 140 يبقى فاضل القوس التاني ده أهو اللي هو القوس ده كله على بعضه يبقى أكيد ب 220. طب ما هو مدهولي 3 س زائد 10، يبقى أكيد إن 3 س زائد 10 بيساوي 220، ودي ال 10 هنا، يبقى 3 س بيساوي 220 ناقص 10 اللي هي 210. اقسم هنا على 3 وهنا على 3 فده هتروح، يبقى السين بتساوي 210 على 3 اللي هي 70. يبقى اذا انا وصلت يا باشمهندس ان السين ب 70 درجه. طب عايز اوصل للصاد، ركز معايا، في زاويه تقاطع وترين خارج الدايره، يبقى انا عارف ان الصاد بتساوي القوس الكبير اللي هو 220 ناقص القوس الصغير اللي هو 140، الكلام ده على الاثنين، 220 ناقص 140 اللي هي 80 على الاثنين، 80 على الاثنين اللي هي 40 درجه. يبقى انا وصلت ان السين ب 70 والصاد ب 40، هو عايز مني س زائد ص اللي هي 70 زائد 40 ب 110، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار ايه الصح. السؤال 15 بيقول لي اذا كان لام وم جذراء المعادله دي، عايز معادله، يبقى هو بيكون معادله من غير ما افكر، بنقسم ونقول المعادله المعطاه، المعادله المعطاه بجيبها منها حاجتين، مجموع الجذرين اللي هم لام زائد م سالب معامل س اللي هي سالب ب على ا، فاللي قبل السين سالب 4 غير اشارته ب 4 واقسم على عامل السين تربيع اللي هو 1 يبقى 4، وبجيب اللام في ميم اللي هي جيم على الف، حاصل الضرب هنا اللي هو الحد المطلق 5 على عامل السين تربيع ب 1 يبقى 5. كلام عظيم جدا. المعادله المطلوبه بقى مجموع جذرينها ايه؟ لام تربيع زائد ميم تربيع اللي هي متطابقه، عباره عن لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. اللام زائد الميم ب 4، 4 تربيع ب 16، اللام ميم ب 5 لو ضربتها في 2 ب 10 يبقى 16 ناقص 10 اللي هي 6. طيب حاصل الضرب
اللي هو لام تربيع ميم تربيع، اللي ممكن نكتبها لام ميم الكل تربيع. طب ما هو لام ميم بخمسة، يبقى خمسة تربيع ب25، عظيم أوي. يبقى بالنسبة لي المعادلة س تربيع ناقص المجموع اللي هو ستة، يبقى ستة س زائد حاصل الضرب اللي هو 25 بيساوي صفر، يبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 25. هتلاقي الكلام ده في الاختيار أ بإذن الله. تمام. السؤال 16 بيقول لي في الشكل المقابل من الأبعاد الموجودة على الرسم، أنا عايز منك طول الألف د. أقول له سهل، أنا أقول الألف ب على القريب منه اللي هو الب د، يبقى الألف ب على الب د هيساوي الألف ج على القريب منه الألف ج على الدال ج. طيب الألف ب بستة على الب د بتلاتة هيساوي الألف ج بتمانية على الدال ج. طيب سهلة، هنا على التلاتة فعل واحد، على التلاتة فعل اتنين، هنا على الاتنين فعل واحد، على الاتنين فعل أربعة. طالما الناتج واحد يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى الدال ج بيساوي أربعة، يبقى دي بأربعة. طب ما هو عايز طول الألف د اللي هو طول المنصف اللي هو جذر حاصل ضرب الأضلاع اللي هو الألف ب في الألف ج ناقص الأجزاء اللي هي ب د في د ج، يعني جذر ستة في تمانية ناقص تلاتة في أربعة. أدي جذر ستة في تمانية ب48 وتلاتة في أربعة ب12، يبقى جذر الستة وتلاتين اللي هي ستة. يبقى إذا طول الألف د بيساوي ستة، يبقى بالنسبة لي الاختيار ج هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 17 بيقول لي إذا كان مدى الدالة دي حيث دالة سيتا بتساوي تلاتة س جا سيتا هو الفترة من سالب تسعة لتسعة. قلنا يا باشمهندس العدد اللي قبل الدالة أنا باخد له قيمة مطلقة، تمام، وبتساوي اللي بره عادي جدا، أو إن أنا أقول إن التلاتة س بيساوي موجب أو سالب تسعة، تمام، يا إما سالب تسعة يا إما تسعة، تمام. هقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة فدي هتروح، يبقى السين بتساوي أدي الموجب وسالب وتسعة على التلاتة فيها التلاتة، يبقى لازم إن السين بموجب أو سالب تلاتة اللي هو الاختيار ده. ليه؟ لو هي بتلاتة مثلا، تلاتة في تلاتة بتسعة، فأنت هتاخد التسعة دي مرة بالسالب ومرة بالموجب. طب لو هي كانت 3 في سالب 3 في سالب 9 فهتاخد السالب 9 زي ما هي وبعدين تغير اشارتها تبقى 9، عشان كده بنقول العدد اللي قبل الزاويه ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب، فخلي بالك من النقطه دي عشان مهمه جدا يعني. السؤال 18 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان الالف س بيساوي الجيم ص، مش هقف عندها، والله انا هسمي دي ميم يبقى دي برضو ميم، تمام. س ص الالف ده بيوازي س ص بيوازي ب ج، طبعا نظريه تاليس ب س ب 9 ده ص ب 4 فان الص ج. برضه هنا نفس الفكرة، إن جزء على جزء، الألف س اللي هو ميم على الباء س اللي هو تسعة هيساوي هنا جزء على جزء، الدال ص اللي هو أربعة على الصاد ج اللي هي ميم، اضرب مقص ميم في ميم بميم تربيع هيساوي أربعة في تسعة بستة وتلاتين، ابدأ خد لي الجذر هنا والجذر هنا، الجذر شيل لك الأس، يبقى الميم جذر ستة وتلاتين اللي هي الستة، وطبعا جذر الستة المفروض موجب وسالب بس أنا هستبعد الحل السالب. طب هو عايز من الصاد ج، طب ما انا مسمي الصاد ج بميم يبقى الميم اكيد بست، يبقى بالنسبه لي الاختيار ج. لازم اركز في المطلوب لانه ممكن يبقى طالب طول اي حاجه ثانيه، فالناس بتغلط في كده، بتبقى جايبه الحل صح وما تركزش في المطلوب يا باشمهندس. خلاص كده خلصنا دي، هنشوف اللي بعدها بتقول لك ايه. دي 18 يبقى اللي عليها الدور 19 باذن الله. يا باشمهندس يلا نشوف بتقول لك ايه. رقم 19 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان الدال هاء ممس للدايره ميم، الدال باء هو مسماها س والباء ج ب 3 س، الدال هاء ب 6 فإن قيمة الس. طب ما أنا عارف إن المماس تربيع اللي هو دال ه تربيع بيساوي القطع الثاني قطع الدايرة ب و ج، يبقى هيساوي الدال باء في الدال ج، تمام أوي. الدال هاء تربيع اللي هي 6 تربيع ب 36 هيساوي الدال ب اللي هي قيمتها ب س في الدال ج اللي هي س و 3 س يعني 4 س. هنا على الأربعة فعل واحد، على الأربعة فعل تسعة، س في س في س تربيع بيساوي تسعة، هبدأ أخد جذر هنا وجذر هنا، الجذر يشيل لي الأس، يبقى يفضل لي الس بتساوي موجب وسالب تلاتة، بس أنا شغال أطوال يبقى ناخد الس بتلاتة. طب ما هو عايز منه قيمة الس، طب ما أنا خلاص جبتها يا باشمهندس بتلاتة، يعني بالنسبة لي الاختيار أ هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 20 يا باشمهندس بيقول لي إذا كان تسعة زائد الاتنين أ ت بيساوي تلاتة ناقص أربعة ت، تلاتة تساوي عددين مركبين. الجزء الحقيقي هنا 9، الجزء الحقيقي هنا 3 نون، يعني ال 3 نون بتساوي 9. هقسم هنا على 3 وهنا على 3 ده هتروح، يبقى إذا النون بتساوي 9 على 3 اللي هي 3. الجزء التخيلي أو معامل الت هنا اللي هو 2 أ، ومعامل الت هنا سالب 4، يبقى ال 2 أ بيساوي سالب 4. هنا على ال 2 هنا على ال 2 ده هتروح، يبقى الأ سالب 4 على ال 2 اللي هي سالب 2.
هو عايز مني النون اللي هي 3 ناقص الالف اللي هي سالب 2، سالب في سالب بموجب يبقى دي 3 زائد 2 اللي هي 5. يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار ايه الصح. 21 بيقول لي اذا كان طول نصف قطر دايره مين بيساوي 4؟ الف نقطه على الدايره. ما خلي بالك لو انا معايا دايره، يعني بكل بساطه ده مركز وفي نقطه هنا، ده نصف قطرها 4، فلو النقطة على الدايرة يبقى بعدها 4 ومن غير ما افكر. مش هو بيقول لي ان هي على الدايرة؟ يبقى قوة النقطة ألف بالنسبة للميم بصفر، لأن النقطة دي موجودة على الدايرة اللي هو الاختيار الجيم. باشمهندس أنا عارف القانون اللي هي عبارة عن ألف ميم تربيع ناقص نق تربيع، أقول لك أنا معاك. الألف ميم اللي هو بعد النقطة على المركز ما هو 4، 4 تربيع ب 16 ناقص نصف القطر تربيع اللي هو 4 تربيع ب 16 بيساوي صفر. فانت لازم تبقى واخد بالك من حاجات بسيطه، مش مهم تعمل كده، انت عارف ان النقطه على الدايره يبقى قوتها بتساوي كام؟ بتساوي صفر. 22 بيقول لي القوس الذي طوله 3 باي في دائره طول قطرها، معلش انا مش بتعامل بالقطر. يبقى انا بالنسبه لي نصف القطر 12 على 2 اللي هي 12 على ال 2 اللي هي 6 سم. بيقابل زاويه مركزيه، طبعا ده من قياس السكتين وقياس الدائرة. انت عايز الزاويه؟ طب ما انا عارف يا باشمهندس ان سيتا دائري تساوي لام على نق. اللام اللي هو طول القوس ب 3 باي على نصف القطر اللي هو 6. هنا على 3 فعل 1 على 3 فعل 2 يعني باي على ال 2. انت عايزها بالدرجات، يبقى الزاويه بالدرجات، الباي ده هتتحول ل 180. يبقى 180 على 2 اللي هي 90 درجه، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. 23 بيقول لي اذا كان باء هاء بنصف زاويه الف باء د، الباء هاء منصف زاويه ب والجيم هاء منصف لزاويه جيم، فان دي من عكس النظرية، عكس النظرية 3 اللي هي المنصفات. المنصفين دول اتلاقوا في النقطة هاء، يبقى إذا الألف دال ده أهو أو الألف هاء بينصف زاوية ألف بس. دي نقطة تراخي المنصفات، طالما في منصفين اتلاقوا فيها يبقى دي منصف. بيقول لي ده المنتصف الباء جيم، هو متوسط؟ لا. طب هاء المنتصف الألف دال ما أقدرش أحدد. هاء تقسم ألف دال بنسبة 2 إلى 1 من جهة ألف، ما هو لو كان متوسط كان يعمل كده بس هو مش متوسط. طب الالف ده اللي بينصف زاويه ب الف جيم، طبعا يا باشمهندس هو بالنسبه لي ايه؟ منصف. السؤال 24 بيقول لي اذا كان احد جذري المعادله دي معكوس ضرب للاخر، احد الجذرين معكوس ضرب للتاني، يبقى الجيم اللي هو الحد المطلق بيساوي الالف اللي هو معامل س تربيع. طيب معامل س تربيع هنا اللي هو 2 ميم، الحد المطلق اي حاجه ما فيش فيها س، فانت عندك الجزء ده كله ما فيش فيه س بجد والله، يبقى دي 2 ميم زائد ميم تربيع ناقص الواحد. طب انا ممكن اشيل الاتنين ميم مع الاتنين ميم، يبقى يفضل لك ميم تربيع ناقص واحد بيساوي صفر، وادي السالب واحد، يبقى الميم تربيع بيساوي واحد، خد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل لك الاس، يبقى الميم بيساوي موجب او سالب جذر الواحد اللي هو واحد. يبقى انا وصلت ان الميم بموجب او سالب واحد، يعني بالنسبه لي يا باشمهندس الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. عظيم قوي وزي الفل. اللي بعده 25 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كانت مساحه المثلث ا ب ج ب 45 عايز مني مساحه المثلث ا د ه. تمام، دلوقتي انا عندي تشابه. ايه هو التشابه؟ قلنا ده مثلث وما فيش حاجه بتوازي حاجه. انا عندي ان زاويه ا مشتركه، زاويه ا حولها ضلعين في المثلث الصغير اللي هم 2 و3. طب في المثلث الكبير حولها ضلعين، الضلع ده 6 والضلع ده 9، يبقى بالنسبه لي دي 6 ودي 9. لو قسمت 2 على 6 فات تلت، 3 على 9 فهي التلت، فدي فكرة إن معايا زاوية مشتركة والضلعين الحاملين متساويين. فكنا دي بنعملها إزاي يا باشمهندس؟ كنت باخد الألف دال على اللي قصاده، يعني التلاتة على اللي قصادها اللي هي 9 بتلت، وباخد الاتنين على اللي قصادها اللي هي 6 بتساوي تلت. فكنت ما بكتب التشابه بكتبه إزاي يا باشمهندس؟ كنت بقول المثلث أ د ه بيشابه المثلث، كده كده أ مشتركة. د تقوم واخد الحرف اللي عكسها اللي هو ج. طب هاء تاخد العرف اللي عكسها اللي هو ب، يبقى اذا المثلث ا د ه بيشبه المثلث ا ج ب. يبقى انا بالنسبه لي ان مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ا ج ب هو النسبه من الاضلاع المتناظره تربيع، يعني انا ممكن اقول ان هي بتساوي ال د على ال ج، بس الكلام ده تربيع. عظيم قوي. يبقى مساحه المثلث ا د ه اللي انا محتاج على مساحة المثلث أ ج ب اللي هي 45 هيساوي، أنت عندك الألف د اللي هي بتلاتة على الألف ج اللي هي 2 و7 9 تربيع طبعا، اللي هي دي تلت تربيع، يبقى بالنسبة لي تلت تربيع اللي هو 1 على 9. عظيم أوي. طب لو أنا قلت بسط على بسط
يبقى مساحة المثلث ألف د ه بيساوي مقام على مقام، يبقى 45 على 9 فيها الخمس. يبقى إذا مساحة المثلث ده بخمسة، اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ألف يا باشمهندس. عظيم قوي وجميل. السؤال 26 بيقول لي إذا كانت د حيث د س بتساوي أ س تربيع ناقص 4 دالة ثابتة، إيه الكلام العظيم ده؟ دالة ثابتة يعني ما فيهاش س، يبقى لازم إن الس دي تختفي يا باشمهندس، فينا س؟ لأ، يبقى أكيد إن الألف بصفر. يبقى لو بيسألني الألف بكام؟ بصفر. وطالما دالة ثابتة يبقى أنت مش شايف دي. يعني كأنها دالة س بتساوي سالب 4، فإن الدالة تكون سالبة في الفترة إيه؟ لأ، ما هو الدالة الثابتة دايما ثابتة. مش فاهم حاجة، إيه الدالة الثابتة دايما ثابتة يا باشمهندس؟ دي يا باشمهندس مش قلبنا حمادة هلال ولا حاجة، ما تقلقش. دي دالة س بتساوي سالب 4، فطالما هي سالبة يبقى هي سالبة في خط الأعداد كله. يبقى بالنسبة لي إن الدالة دي إشارتها سالبة في ح. طب فين ح يا باشمهندس؟ طب ما أنا عارف إن ح اللي هي من السالب مجمل نهاية لحد المجمل نهاية. يعني بالنسبة لي إيه الاختيار ب هو الاختيار الصح، تمام؟ يبقى أنت لو كان بيسألني عن الألف أقول له صفر. طب سألنا على الإشارة زي إشارة الثابت، اللي هو الثابت هنا سالب يبقى هي سالبة في ح أو في خط الأعداد كله ما لم يحدد فترة، تمام؟ تمام. 27 بيقول لي إذا كانت سيتا زاوية حادة موجبة وكان جا سيتا زائد 30 على جتا 2 سيتا بيساوي 1. لما الناتج بيساوي 1 خدها قاعدة، البسط بيساوي المقام. يعني جا سيتا زائد 30 بيساوي جتا 2 سيتا. وخدها قاعدة، لو الجا بتساوي الجتا ودي زاوية حادة يبقى مجموع الزاوية اللي هي سيتا زائد 30 زائد الزاوية اللي هنا اللي هي 2 سيتا، الكلام ده بيساوي 90. سيتا و2 سيتا اللي هي 3 سيتا زائد ال 30 بيساوي 90، ودي دي. يبقى اذا ال 3 سيتا بتساوي 90 ناقص 30 اللي هي 60، نقسم هنا على ال 3 وهنا على ال 3 فده هتروح، يبقى السيتا بتساوي 60 على 30 اللي هي 20. يبقى انا وصلت ان قيمه السيتا بتساوي 20، يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو الصح. تعالى يلا يا باشمهندس نخش على الاسئله المقاليه. السؤال المقالي الاول بيقول لي اوجد في ح مجموعه حل متباينه. طبعا حل متباينه مش مهندس، يبقى لازم احلل المساله بتاعتي. يعني اقول س تربيع زائد 3 س ناقص ال 4 اقول بيساوي صفر، ونبدا نحلل المقدار ده. س تربيع س في س، الاخير سالب موجب سالب، عددين ضربهم 4 الفرق 3، 4 في 1، وتجيب الشباله في النص، هنا 4 وهنا 1. من هنا ان الس بسالب 4، ومن هنا ان الس موجب 1. عظيم جدا وزي الفل. بعد كده يا باشمهندس هتبدا تعمل ايه؟ هعمل خط الاعداد واقول له والله عند السالب 4 بتساوي صفر وعند الواحد بتساوي صفر. طب الاشارات مثل عكس مثل. مين يا باشمهندس مثل عكس او معامل س تربيع اللي هو هنا موجب؟ يبقى اذا الاطراف موجبه واللي في النص ايه؟ سالب. يبقى انا كده يا باشمهندس عملت بحث اشاره للمساله بتاعتي. طيب بيقول لك انا عايز مجموعه الحل اكبر من او يساوي صفر. اكبر من اللي هو الموجب، فطالما دي واخده خط الموجب واخد الجزئين يبقى قلنا ح ما عدا الجزء السالب اللي هو من سالب 4 لحد الواحد. قلنا في المتباينة علامة يساوي بعكس، يبقى بفتح الفترة، يبقى ح ما عدا الفترة المفتوحة من سالب 4 لحد السالب 1 يا باشمهندس. خلاص هي دي فكرة السؤال. قلنا أكبر من لو معامل س تربيع موجب يبقى ح ما عدا الجذرين بتوعك، بس إحنا مش بنحب نحفظ، بنحب نرسمها زي ما إحنا رسمنا دلوقتي. تمام. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 2 والأخير في المحافظة بأمر الله، بيقول لي إذا كان الألف د بيوازي الباء هاء بيوازي الجيم واو. الألف باء سوري الالف د بيوازي الباء هاء بيوازي الجيم واو. ماشي. الالف ب 3، الباء ج ب 5، الدال هاء ب س زائد 1 اللي هي واو ب 2 س. طب ما تيجي نستغل المعلومه دي لنظريه تاليس. ما هو جزء على جزء، يعني بالنسبه لي يا باشمهندس هقول بما ان الالف د بيوازي الباء هاء بيوازي الجيم واو، يبقى اذا الجزء ده اللي هو الدال هاء على الجزء ده اللي هو الهي هو هيساوي اللي قصاد الدال هاء هنا اللي هو الالف ب، واللي قصاد الهي هو اللي هو ب ج. طيب الدال هاء عندك اللي هي س زائد الواحد على الهي هو اللي هي 2 س هيساوي 3 على 5. اضرب مقص 5 في س 5 س، 5 في 1 ب 5، هنا 3 في 2 س ب 6 س و3 بس خلاص. تمام. هدي هنا يبقى 6 س ناقص 5 س س 1، يبقى اذا السين الواحده ب 5. يبقى أنا وصلت إن قيمة السين يا باشمهندس بتساوي 5، ده كلام عظيم. يبقى أنا وصلت إن السين دي بخمسة. تمام. طب أنا عايز أوصل للصاد يا باشمهندس، تعالى نكمل. قال لك إن الألف ميم بصاد، الألف ميم خلي بالك اللي هو الجزء ده بصاد.
والميم واو اللي هو الجزء ده ب3 س ناقص ال5. طب انا جبت السين ب5، يعني الميم واو بيساوي 3 س اللي هي 3 في 5 ب15 ناقص ال5 بيساوي 10، يعني الميم واو ده ب10، تمام؟ عشان ما يبقاش عندي مجاهيل. طب الوقت يا باشمهندس ايه اللي دخل الميم واو والالف ميم في الموضوع؟ عادي جدا، مش انت عندك توازي؟ اه، يعني دول كده متقاطعين وعندك توازي شبه المثلثات. تمام قوي يا باشمهندس. طب ما انا نفس الفكره ممكن اقول لك ايه؟ انا ممكن يا باشمهندس اقول لك الالف ميم على دي بتساوي ايه؟ بتساوي الالف ب على ب ج اللي قصادها. تعال احدد لك المثلث عشان يبقى واضح. المثلث اهو عندك توازيات، فلو خدت جزء على جزء يبقى انا يا باشمهندس اكتبها هنا معلش. لو انا خدت الالف ميم على الميم واو هتساوي اللي قصاد الالف ميم اللي هو الالف ب، واللي قصاد الميم واو اللي هو الباقي جي. عظيم قوي. طيب الالف ميم اللي هي بكام؟ الالف ميم قال لك بصاد، والميم واو اللي احنا خليناها ب10 هتساوي الالف ب اللي هي ب3 على الباقي جيم اللي هي ب5. هنا على 5 فعل 1 على 5 فعل 2، يبقى صاد في 1 بصاد تساوي 2 في 3 ب6. يبقى انا وصلت ان الصاد بتساوي كام؟ بتساوي 6 يا باشمهندس. طب هو عايز مني س زائد الصاد، اقول له تحت امرك 5 زائد 6 اللي هي 11 سم. يبقى السين زائد الصاد بيساوي كام؟ بيساوي 11 يا باشمهندس. خلاص ده كده يا باشمهندس نهايه محافظه الغربيه، المحافظه السادسه بامر الله، محافظه متوازنه وفيها افكار جميله جدا جدا. لحد دلوقتي قلنا اتقل محافظه قابلتنا هي محافظه الاسكندريه. كده وصلنا يا باشمهندس لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.